ما حكم من يقول بأن الإنسان حر في اختيار دينه مستدلا بقوله تعالى لا إكراه في الدين؟ لو كان الإنسان حر في اختيار دينه لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ولما شرع الجهاد في سبيل الله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد. الدين لله عز وجل، لا يجوز يكون هناك دين لغير الله. الله خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس هناك حرية في الأديان، حرية عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي خلق الإنسان من أجله. فإذا أبى أن يعبد الله فإنه يقاتل، إما أن يعبد الله وإما أن يقتل ويزال عن الوجود، لأن المشركين لا يجوز بقاؤهم على وجه الأرض، والكفار، لأنهم ينشرون الكفر وينشرون الشرك في الأرض، فيجب قتالهم والقضاء على كفرهم وشركهم. ولو كان هناك حرية في الأديان كما يقولون ما احتاج إلى بعثة رسل ولا إلى إنزال كتب ولا إلى شرع جهاد في سبيل الله عز وجل. قال الناس بكيفهم، كل يأخذ دين على حسب رغبته، حسب ما يريد. إذن ما صاروا عباد لله، ما صاروا عباد لله، والله خلقهم عبادا له، خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى. وأما قوله لا إكراه في الدين فللعلماء عنها أجوبة، أحدها أنها نسخت بآيات القتال، لا إكراه في الدين هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بآيات الجهاد في سبيل الله. القول الثاني أنها خاصة باليهود والنصارى، إذا أدوا الجزية فإنهم يتركون على دينهم، إذا أدوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام فإنهم يتركون على دينهم، هذا خاص باليهود والنصارى، ما هو عام في الكفار كلهم. نعم.